حق المسلم على المسلم ست. إذا لقيته لما تشوفه فسلم عليه. صار الشاب يمرق من حدك وتقول له السلام يا الله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال عن السلام، قال وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ماشي بالطريق وعم بتسلم على الناس لأنك مسلم. حق المسلم على المسلم ست. الآن تجد تدخل بالمجالس وتتكلم مع الناس وتدخل على زوجتك، لا ما هي زوجتي بضروره السلام عليكم، ما هو خير، ما هو صاحبي بضروره نسلم. حتى اذا صاحب هلا بده يحكي مع صاحبه على التليفون السلام عليكم، ايش بك تيجي عم تحكي معه برسميه، مع ان هذا هو الاساس ان تسلم. وبدلنا تحيه الاسلام، وبدلنا تحيه اهل الجنه تحيتهم يوم يلقونه سلام، بدلناها بعبارات اخرى لن اقول لا تؤجر عليها، كمرحبا، مرحبا صباح الخير وكذا. انك ان صبحت على الانسان بصباح الخير تاخذ حسنه، ولكنك ان قلت السلام عليكم فلك فيها 10 حسنات، السلام عليكم ورحمه الله 20 حسنه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 30 حسنه. يا اخي أنا لو قلت لك كل إنسان تمر عليه بالشارع تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 دولار، بتوقف شغل بتقضي سلامات على الناس، قاعد تؤجر بس بمجرد السلام. انظر إلى عظمة هذا الدين. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم خاطب بالناس فقال يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. من السلام تدخل الجنة بسلام، تقطعت بنا الأسباب. أصبح الشخص إن سلم نجد الشخص الآخر لا يرد عليه السلام، إما أنه لا يعتبره من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما برد عليه ما هو من مسلم، فكفر بعضنا بعضا ولذلك تكالب علينا أعداؤنا، وإما لأن بعضنا بدع البعض الآخر، لا فلان من جماعة الشيخ الفلاني وفلان من جماعة الشيخ الفلاني وفلان من الجمعية الفلانية وفلان، فبطلنا نسلم على بعض وتفرقنا أكثر.